جولة فنية على أبرز أخبار اليوم. تصدر حفل كل من إليسا ووائل كفوري على مسرح الرياض مساء أمس للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق الثنائي نجاحاً كبيراً بعد غياب طويل عن الحفلات جراء فيروس كورونا. وقد أطلت إليسا على الجمهور بفستان أسود طويل حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إلي صعب، حيث قدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير وواضح. وظهرت إليسا بمقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني أغنية وحشتوني التي بدأت بها الحفل للفنانة الجزائرية وردة وسط تصفيق حار من الجمهور والحاضرين، كما غنت أغنية كل الأصايد للفنان اللبناني مروان خوري. والله أبدعتي عن جد، أنت يعني ظاهر يعني كتير عبالك تغني بعد التوقف اللي صار. بدورها عبرت إليسا عن سعادتها لإحياء هذا الحفل الضخم مع وائل كفوري، كما أثنى الجمهور على جمالها وملامحها الجديدة خصوصاً بعد أحدث عملية تجميل خضعت لها مؤخراً. نجم الأمسية صاحب طبقات في كل طبقة. بدأ وائل كفوري فقراته الغنائية بأغنيته الجديدة كلنا مننجر، والتي لاقت نجاحاً واسعاً، وأغنيات عمري كله، وأشعل المسرح بمجموعة من أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير. من جهة ثانية، كشف الفنان العراقي الشهير سيف نبيل عن تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى، وأوضح سيف ذلك عن طريق خاصية الستوري عبر إنستغرام، شاكراً كل من حاول الاطمئنان على حالته الصحية دون الكشف عن الأسباب. الخير، وشكراً على كل من سأل عني، غبت عنكم كم يوم لأنه كنت هنا ما حبيت أشغل بالكم. هذا ميرو الحب. الله يسلمك حبيبي، شكرا على السؤال. ومن ضمن الأخبار الفنية التي تصدرت اليوم، خبر عن ابن الممثلة اللبنانية نادين سيبنجين التي نشرت صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد صالون زهرة على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام. وقد ظهر ابنها جيوفاني في الصورة وهو يشاهد والدته تصور أحد المشاهد من خلال كاميرا المخرج. وعلقت نادين على الصورة معبرة عن حبها الكبير لابنها قائلة: يقبرني اللي عم يشوف ماما، حبيبي أنا هالخدود اسم الله.